السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدو تو في تركيب الدول. تركيب الدول تمام، اللي هو يعني مثلا الاف، حيث الاف شن تساوي؟ اكس الى واي باهي، و هذه واي، و الجي شن تساوي؟ جي من واي الى زد. انا نقدر نقول ان نقدر بدل ما نكتبها هكي نقول ان f of g، f conversation g x الى z، يعني انا كأني جبت هذا كله بهذا، فهمت؟ اوكي، f conversation g هي الزيرو صغيرونات. تمام، خلاص عندي قوانين لما بيجي نحل المسألة. طبعا نحل هالمسألة وبعدين نوجد النطاق الدالة الداخلة اللي هي هذه، ونوجد نطاق الدالة الناتجة لإجابة هذه، وبعدين ندير تقاطع مع هذه مع الدالة اللي طلعت لي. اوكي، هذا هو تركيب الدوال يعني بصفة عامة. هنشوفه مسائل ونفهمه اكثر. هاي نبدأ. عندي الاف الاكس تساوي جذر الاكس، وجي اكس تساوي اكس زائد واحد، نبي اف كونفرسيشن جي. تمام، يعني اول حاجة ندير، ركزوا معايا. اول حاجة نقول ان اف كونفرسيشن جي للاكس تساوي اف، نفتح قوس كبير اللي هو الزيرو، هذا قوس كبير ونحطه يا جوها، وهذا سكرت القوس الكبير بتاعي انا. تمام، هذه الداله اللي برا، هذه الداله الداخله، هي الداله الداخله اللي نحكوا عليها، نضلوا نطاقها بدري هي. تمام، تساوي هذه الاف بتاعي وهذه الجي الاكس بتاعي. حناخذ الجي اكس بتاع هذه الاف الاكس هذه، نكتبها باي، ونعوض على كل اكس بالجي اكس، يعني بنعوض على كل اكس بالمعادله جي اكس. انا فهمت اوكي، يعني كيف تقعد هذه؟ هتقعد جذر اكس زائد واحد على كل اكس نبي نعوض بالداله الجي يعني. بس هي بس خلاص. تو انا كي طلعت الداله الناتجه، هي الناتجه وهذه الداخله اللي هي خلينا نديرو اللي يحكي عليه، هو اللي هو شنو يبي تو؟ هو يبي دي اف او جي، يبي نطاق الدالة اف كونفرسيشن جي. تمام، اول حاجة الناتجة شن نطاق هذه؟ نطاقها ار، انا شنو متعددة الحدود هذه، ترى نشوفوا هذه هي اكس زائد واحد اكبر من او يساوي الصفر، نشيل الواحد غادي، اعتقد اكس اكبر من او تساوي سالب واحد، منها نعرف ان نطاق سالب واحد للما لا نهاية. تمام، تو شو ندير؟ ندير تقاطع مع الار، صح؟ ليه هتطلع لي سالب واحد للما لا نهايه؟ كيف طلعت لي سالب واحد للما لا نهايه؟ ترى انا يعني ندير تقاطع مع دالك مع الار. الار شو معنى الار؟ يعني الار ارقام كلهن، وانت يعني كبيره بك، صح؟ ونديرها من سالب واحد للما لا نهايه، ندير تقاطع مع سالب واحد للما لا نهايه، اكيد هتطلع صغيره، لان يعني عناصر مشتركه بالعقل. ترى الار من سالب ما لا نهايه للما لا نهايه، عندنا تقاطع اللي قصده بها عناصر مشتركة، يعني نفس بعضنا اثنين مع سالب واحد للملا، أكيد تطلع سالب واحد للملا نهاية، يعني أكيد مشتركة حتكون سالب واحد للملا نهاية، صح؟ أوكي، يعني ديما أي حاجة تقاطعها مع الآر تطلع نفس الصارة، هذه تطلع صغيرة، هي اللي تطلع مع الآر. تمام، خلاص هذا هو ورا. نفس الجو جي أوف إف إكس جي كونفرسيشن إكس، ونفس الجو إف كونفرسيشن جي إف، خلينا نحلو إف كونفرسيشن إف. تو نبي شنو؟ اف كونفرسيشن اف للاكس، خلينا نجرب نحلو هذي. شو معنى اف كونفرسيشن اف؟ شو قصدي بها؟ قصدي اننا بنحط توا، يعني حنقول اف كونفرسيشن اف شنو تساوي للاكس، طبعا حتساوي اف، نفتح قوس كبير لوزن هذا، ونقول اف للاكس ونسكر القوس. معناته حنقول نكتب يعني كأنها انا في اف اخرى تساوي جذر الاكس. تمام، يعني انا بنحط هذه هان، شن تقعد هذه؟ جذر الاكس، صح؟ هذه الاف اللي برا بنحط فيها تو هذا انا، صح ولا لا؟ لا، حتقعد جذر الاكس، صح ولا لا؟ لا، جذر الاكس، هذا جذر تربيعي اهو، ندير لكم بلون ثاني، هذا جذر تربيعي، وهذا اللي تحت منها تو جذر تربيعي، نقدر نكتبها هيك جذر اس اربعة للاكس، يعني الجذر الرابع، يعني فهمت؟ اوكي، كأنه ضربت جذور مع بعض يعني. تمام،
خلاص عاد قلت لي الجذر الرابع للاكس. تمام تو شو بنجيب؟ انا تو انا تو نبي نجيب الدي اف او كومبوزيشن اف. خلينا نجيبه هاي. كيف نجيبه هذا؟ اول حاجه نحن عندنا هذا خلينا نطلعوا النطاق هذه جذر الاكس طلعنا نحن من بدري اللي هو حيكون لي اكس اكبر من او تساوي الصفر صح؟ خلاص يبقى من الصفر للما لا نهايه. هذا شنو اف؟ خلينا نشوف هذه الداله شنو؟ هذه شنو هذه الداله؟ هذه الداله الداخله يا تمام. تو بنجيبه هذ الناتجه هذه الداخله. تو خلينا نجيبه الناتجه. اللي هي هذ اللي هي ناخذ تو انا هذه ندير لها نطاق هني نطلع نطاقها يعني هي اللي جذر اكس اس 4 جذر رابع للاكس اللي هي حنقول ما تحت الجذر اكبر من الصفر يعني برضه ما تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر اللي هي من صفر للما لا نهايه صح. يبقى هذه نفس هذه يعني نفس بعضها. تو انا بندير تقاطع الهذه وهذه نعم بندير تقاطع الهذه وهذه صح عشان يطلع عناصر مشتركة حيطلع نفسه حيطلع من الصفر للما لا نهاية. يبقى هذه شو إجابتها دي عفوا بس الورقة عفوا المهم شو تساوي؟ هتساوي من الصفر للما لا نهاية تمام بس هذه هي.